إن أكثر شيء يدفعني لمشاهدة الأنمي الياباني خاصة تصنيف الشونين هو التجديد بين الأنميات. أعلم دائما أن الكتاب العباقرة سوف يأتون لي بقصص مختلفة، سوف يأتون لي بقوالب جديدة مبتكرة كليا. وحرفيا هذا كان الوضع مع أنمي Assassination Classroom، واحد من الأعمال التي لم أتوقع منها أي شيء. انتظرته حتى انتهى عرضه وتابعت الموسمين دفعة واحدة، ويا رباه يا لها من تجربة، واحدة من أفضل التجارب الشونينية، واحدة من أكثرها أصلية. أنمي Assassination Classroom هو أنمي مختلف كليا عن أي من الأنميات التي شاهدتها من نفس التصنيف، سواء من ناحية الرسائل والعبر العميقة التي يحتويها، من ناحية انقلابه من أنمي كوميدي أنمي للمتعة والمرح لواحد من أعمق الأنميات من هذا التصنيف. وفي حيثيات وثنايا هذا الفيديو سوف نعرف لماذا Assassination Classroom أنمي مميز، أنمي يستحق وقتك كمتابع. قصة أنمي Assassination Classroom في البداية تبدو قصة مريبة وغريبة للغاية، إذ أن القمر يتدمر على يد واحد من الفضائيين. هذا الفضائي يأتي عند حكومات العالم ويخبرهم أن سيدمر الأرض في مهلة سنة تقريبا، وأن الحل الوحيد الذي تملكه البشرية من أجل البقاء هو أن يجعلوه مدرس لأحد الفصول. هذا الفصل يضم كافة الفاشلين، يضم ناس منعزلة، ناس كل واحد منهم يمتلك من المشاكل الكثير، حيث سوف يدرسهم على أن يقوموا بقتله في مدة أقل من سنة. لكن بطلنا هذا وكما يسمى بكورو سينسي هو فضائي يمتلك قدرات خارقة للغاية، لدرجة أنه يمشي بسرعة 20 ماخ، يعني الأسلحة الرصاص غيرها لن تستطيع لمسه. لكن في خضم كافة هذه الأحداث سنجد أن هذا الأخير يعلم تلاميذه، يحاول أن يجعلهم ناس أفضل. أنمي Assassination Classroom في بدايته قد يبدو لك مجرد أنمي تافه عن فضائي يدرس مجموعة من التلاميذ في نفس الوقت يعلمهم كيفية اغتياله، لكن العمل أعمق بذلك بكثير. الأنمي يتحدث عن المنظومة التعليمية في اليابان، ينتقدها بشكل صريح، كيف أن هذه المنظومة لا تعطي للناس المهمشة حقهم. ترى بعض الفئات من الطلاب من التلاميذ كناس منعزلة اجتماعيا، كناس مفقود فيها الأمل. هذا الفضائي أو كورو سينسي هو الشخص الذي سيعيد بعث الأمل في هذه الفئة، ما جعل Assassination Classroom رسالة واضحة للحكومات اليابانية، رسالة واضحة لأولياء أمور التلاميذ، للمسؤولين التربويين سواء أساتذة مدراء وغيرهم، أن بعض التلاميذ ممن قد يبدون لنا فشلة، ممن قد يبدون لنا ناس لا أمل فيهم، يحتاجون فقط للثقة، يحتاجون فقط لشخص يرشدهم وينورهم لكي يخرجوا المواهب الدفينة الموجودة في داخلهم. لا يوجد إنسان فاشل، لكن يوجد ناس نبذها المجتمع وتخلى عنها. أعتقد أن هذه الرسالة وحدها كافية لجعل Assassination Classroom واحد من أفضل الأنميات. فرغم أن عمل شونيني موجه لفئة المراهقين، الغرض الأساسي منه هو تقديم قصة ممتعة، لكن حاول أيضا أن يقدم قصة غنية بالأفكار والعبر. هذا الشيء الذي يجعله مميز، الذي يجعلني أحترم هذا النوع النادر من الكتابة. فنحن وللأسف في زمن تركز فيه المجلات على نشر قصص تجارية خالية من أي نوع من العبر والرسائل الخفية، لذلك Assassination Classroom يعتبر واحد من الهيدن جيم في هذه الفئة. رغم أن الكثيرين قد ظلموا الأنمي بسبب بدايته والتي كانت منفرة فعليا، فأول حلقات تحديدا أول 8 حلقات من الأنمي كانت كوميديا مجرد تعريف بالشخصيات، تعطيك نظرة خادعة عن هذا العمل، لا تظهره كتلك القصة العميقة التي ستقدم دراما أكثر من رائعة لاحقا. لذلك ربما مشكلة Assassination Classroom الكبرى أنها تأخر كثيرا في تقديم الشخصيات. كان يمكن للكاتب، يمكن للأستوديو أن ينهوا الأمر في أول 4 حلقات ويركزوا بعدها على الأحداث الجدية. رغم هذا ولحسن الحظ فالإيقاع العام للأنمي ممتاز، أكثر من ممتاز. فبعد هذه 8 حلقات يبدأ الأنمي بإظهار سوداويته وظلاميته ليتحول لعمل مختلف كليا في الموسم الثاني. عمل يركز على الدراما، عمل يركز على الشخصيات، يركز على هؤلاء الطلاب وكيف أن لكل واحد منهم مشاكل خاصة، مشاكل عميقة جدا، سواء من ناحية العائلة، سواء من ناحية نظرته للمجتمع، سواء من ناحية الأصدقاء. وكل مشكلة من المشاكل المطروحة هي مشاكل موجودة
موجودة فعليا في المجتمع الياباني من رحم معاناة سكانه. وغالب هذه المشاكل تنتج عن التواصل، الغياب التام للتواصل في المجتمع الياباني. إن Assassination Classroom واحد من الأعمال التي تحذر من خطورة أن يبني كل شخص حواجز حول نفسه، من خطورة الأنانية، أن يهتم كل شخص بذاته فقط ولا يراعي لمشاعر الآخرين من حوله. لهذا أحترم هذا الأنيمي كثيرا، خصوصا من ناحية الشق الدرامي. فالطريقة التي لجأ لها الكاتب لبناء دراما قوية وصلبة كانت أكثر من رائعة، إذ أن أخذ وقته الكامل في جعلنا نتعلق بهذه الشخصيات، أظهر لنا كافة صفاتها مع بعض الجوانب الكوميدية التي تعزز من تعلقنا بها، ليأتي الجانب الدرامي الصادم جدا. الأحداث الدرامية في أنيمي Assassination Classroom لا يمكنني سوى أن أصفها بأنها دراما من الدرجة الممتازة، دراما قد أثرت فعلا في قلبي، خاصة وأني لم أكن مهتم لهذه الشخصيات في بداية القصة، كنت أراها بتفاهة وسطحية. لكن مع الوقت بدأ هذا الاهتمام يكبر شيئا فشيئا، لأن الكاتب عرف كيف يقدم لي كل شيء بالتدريج دون أي نوع من التسرع، وأيضا دون أن أشعر أن هذه الدراما مرغمة على القصة فقط لكي يجعلني أتأثر وأبكي، بل هي دراما حقيقية، دراما كانت أساس القصة من أولها. أما الكوميديا فلن أقول أنها أفضل كوميديا، إنها بين متوسطة إلى جيدة كأقصى حال. مشكلة هذه الكوميديا أنها مع الوقت تصير مزعجة، وقد تم الإكثار منها خاصة في أول موسم. عدد كبير من الحلقات كانت مجرد تعريف بالشخصيات، مجرد كوميديا قد تراها تافهة، لكن عندما تنظر للأنيمي بصورة أكبر ستجد أن هذه الكوميديا قدمت الغرض الأساسي منها، جعلنا نتفهم الشخصيات، جعلنا نتعلق بها كي تأتي اللحظات الدرامية لاحقا ويكون لها وقع كبير علينا كمشاهدين. لذلك نعم، كوميديا Assassination Classroom ليست أفضل كوميديا من بين أنيميات الشونين، ربما حتى تعاني من بعض التكرار في المشاهد، لكنها تفي بغرضها بشكل عام. وأعلم سيطرح البعض السؤال، هل إيتشي موجود في هذا الأنيمي؟ نعم موجود، وقد كان إيتشي بصراحة سيء مزعج، لم يفيد القصة بأي شيء، ربما يمكنني اعتباره واحد من مشاكل القصة. الإيتشي في Assassination Classroom كان مجرد فان سيرفس لا غرض له، حتى كوميديا لم يكن بالشيء الجيد. مع العلم أن Assassination Classroom هو واحد من تلك الأنيميات التي يحتوي مجموعة من الأركات المصغرة، كل مرة قصة تركز على تلميذ ما، سوف نرى هذا التلميذ يعاني من صعوبات الحياة، سوف نرى المشاكل التي أتت به إلى هذه المدرسة بالتحديد، وبعدها سنرى تدخل شخصية كورو سينسي لجعله يكتسب الثقة في النفس، لجعله يتخطى هذه المشاكل والعقبات. أعتقد أن هذا النوع من الأحداث كان ممتاز جدا، خاصة وأن الأنيمي له بداية ولا نهاية واضحة، فهو واحد من الأعمال التي تنتهي قصتها بشكل مغلق وتخبرك بكل ما يمكن للقصة أن تقوله في عدد حلقات قليل نوعا ما، لكن من دون أن تشعر بأن هناك أي نوع من المط والتمطيط. وأعتقد أن أكثر ما أعجبني في أنيمي فصل الاغتيال هو أنه أنيمي من دون أي بطل محدد، فتقريبا كافة طلاب الصف بالإضافة إلى شخصية كورو سينسي وبعض الأساتذة الآخرين هم أبطال هذه القصة. كل واحد من هذه الشخصيات لها ماضي خاص، كل واحد منها لها شخصية حاضرة، هذه الشخصية سوف تتطور بمساعدة شخصية كورو سينسي بمساعدة الأحداث المستقبلية. أعتقد أن وجود طاقم شخصيات كبير للغاية، طاقم شخصيات حي ومتفاعل، فلكل واحد منهم شخصيته الخاصة، لكل واحد منهم ظروفه الخاصة، لكل واحد منهم أهدافه ورغباته وأحلامه الخاصة، حتى أن التفاعلات بينهم لم تكن تفاعلات مزعجة للغاية، ما يجعل أنيمي Assassination Classroom واحد من أفضل الأنيميات الشونينية من ناحية تقديم الشخصيات، خاصة وأن الشخصيات هنا ليست بشخصيات واو خارقة، بل شخصيات عادية للغاية قد تجدها في أي أنيمي شوناني آخر، لكن طريقة توظيف هذه الشخصيات داخل القصة هي ما جعلت العمل أكثر من رائع من هذه الناحية. مع العلم أن واحدة من أكثر الأشياء التي حببتني لقصة فصل الاغتيال هو الطريقة الشجاعة في طرح أفكاره، فقد طرح مجموعة متنوعة من القضايا، منها التنمر، منها التشتت الأسري، منها تطلعات الآخرين العالية وكيف يمكن أن تدمر الشخص. قدم هذه الأفكار بطريقة سوداوية، بطريقة تجعلنا نغوص في نفسيات الشخصيات، نفهم معاناتها بشكل كبير. لذلك أعتقد أن فوق تقديمه لأفكار رائعة، فالطريقة التي قدمت بها أكثر
أكثر من ممتازة، خاصة وأن هناك جرعة من الدموية جرعة من السوداوية غير معهودة في أنميات الشونين الأخرى. مع العلم أنه نظرا لوجود عدد كبير من الشخصيات فتوقع أن الأركات المصغرة الخاصة بها ستكون فيها تباين في المستوى. هناك قصص سوف تلامسك دراميا أكثر من قصص أخرى وهذا شيء طبيعي، لكن عموما القصص خاصة في الموسم الثاني كلها كانت على مستوى عالي للغاية. لو لاحظتم فدائما ما أمدح الموسم الثاني هنا لأن مقارنة بأول موسم شيء على مستوى آخر تماما. أول موسم كان بين متوسط إلى جيد، أما الموسم الثاني فقد كان بين الجيد إلى الممتاز. الموسم الثاني كان نقلة نوعية في كل شيء، لذلك أي شخص أنصحه بمشاهدة هذا العمل أن يصبر على أول موسم. البداية بطيئة، أول 8 حلقات نوعا ما تعطيك صورة خادعة، بعدها سيتحسن المستوى قليلا، لكن ما إن تصبر ما إن تصل الموسم الثاني ستجد أن كل شيء قد حصل له قفزة نوعية، لا من ناحية الكتابة، لا من ناحية الأفكار المقدمة، لا من ناحية الإنتاج. نعم إنتاج أول موسم كان سيء سيء بصراحة. السبب أن أول موسم كانت ميزانيته ضعيفة، كان مجرد دعاية رخيصة للمانجا، لذلك التحريك فيه كان كسول بشكل كبير للغاية. لكن ولحسن الحظ أعتقد أن طاقم الإنتاج والمخرج الذي هو نفسه مخرج الموسم الأول عرفوا كيف يستخدمون الموارد المتاحة بين أيديهم في الموسم الثاني، حيث أن الأنيميشن صار أفضل بكثير، تم الاستعانة ببعض من التقنيات الإخراجية المتقدمة. مع العلم أن الموسيقى في Assassination Classroom موسيقى ستنساها بسرعة، لم تقدم شيء الكبير لا من ناحية الأوبنين والإندين التي في مجملها كانت عادية إلى جيدة من دون أي نوع من التميز، لكن الأداء الصوتي للشخصيات كان جيد، خصوصا الأداء الصوتي لشخصية كورو سينسي كان مضحك كان غريب في نفس الوقت. لذلك وبشكل عام أعتقد أن أنيمي Assassination Classroom واحد من أنيميات الشونين التي لا يجب على أي شخص أن يفوتها. هذا الأنيمي يعطيك صورة خادعة عنه عن مستواه، لكن صدقني لو صبرت عليه سوف تجد واحدة من أفضل الأعمال. قصة فعلا تستحق، أنا كشخص شاهدت الأنيمي بعد نهاية عرضه بسنوات استمتعت به،